بابا مع نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يومياً من الأحد للخميس بإذن الله من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر. معايا أنا نهى سعدي، بيكون معانا ضيف، والضيف اللي معانا بيكون دائماً من النخبة والنخبة فقط من الأطباء، وبيكلمنا عن موضوع جداً مهم، لكن بنطمن وبنسأل، وأسئلتكم كلها إن شاء الله مجابة سواء كانت على رسائل أو كانت باتصال. اتصالاتكم حتكون على 012-616-1100، أما رسائلكم للاستفسار حتكون على 055-66-89-00، وهذا الرقم واتساب، يعني الرسالة مجانية يا حلوين. كمان حابة أقول لكم اللي معاه آيفون، اللي معاه آيباد، اللي معاه أي جهاز نظامه iOS، يدخل على متجر أبل أو أبل ستور، يحمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظامه أندرويد، أدخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب، كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم، سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. اللي ما سمع الحلقة من أولها أو ما حيقدر يكملها معانا وحاب يعرف إيش اللي صار في الحلقة كاملة خلال ساعات، يدخل على قناتنا ألف ألف أف أم على اليوتيوب، يسمع الحلقة كاملة حتكون موجودة. اليوم ضيفنا الدكتور جوزيف معلوف، دكتور في الطب، طبيب قلب متخصص في تخطيط صدى القلب والتصوير متعدد الوسائط وأمراض القلب البنيوية. من الحاجات اللي احنا نعرفها، نعرف انه في مخاطر للسمنة او للبدانة، وبتسبب مشاكل مرة كثير مرتبطة فيها، ومشاكل مزمنة وأمراض مزمنة، إلا انه لها تأثير يعني مباشر على القلب وعلى أدائه، وهذه من الأشياء اللي جدا مزعجة وجدا مؤذية. عشان كده الشخص لازم يحافظ على وزنه بصورة جيدة. بس أول حاجة نرحب بدكتور جوزيف، كيف حالك دكتور؟ مشكور الله، كويس الحمد لله. Thank you. الله يسعدك دكتور. شكرك على المقابلة. أهلا وسهلا دكتور. اي نعم. تسمعنا كويس؟ اي عم بسمعك. اي حلو. خلينا أول حاجة يعني نعرف أمراض القلب، إيش الأمراض القلب اللي ممكن تحصل للشخص مبدئيا بسبب البدانة؟ أهم مرض اللي له علاقة بالبدانة هو مرض شرايين القلب. شرايين القلب، لأنه البدانة من أسباب أو ممكن تعرض الشخص اللي عنده بدانة للسكري، مرض السكري، ومرض السكري بحد ذاته ممكن يسبب انسداد في شرايين القلب. يعني نقدر نقول انه اول شيء بيتاثر في القلب من البدانه هي الشرايين. يعني اهم مرض له علاقه بالبدانه هو مرض شرايين القلب بالاساس. البدانه ممكن كمان تسبب لاسباب عديده، واحد منها انه البدانه ممكن تسبب سكري او تزيد من مرض السكري عند الشخص اللي عنده سكري او استعداد لمرض السكري. البدانة كمان ممكن تسبب ارتفاع في الضغط، وارتفاع الضغط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأمراض شرايين القلب. وأخيرا البدانة بالإضافة لتأثيرها على مرض شرايين القلب ممكن كمان تسبب هبوط بعمل القلب، بإيداء العضلة تبع القلب. خلينا نقول هنا البدانة اللي ممكن تكون يعني لها هذا التأثير السلبي على صحة الإنسان، كم تكون كتلة الجسم، يعني الزيادة تكون كم في المية في الجسم عشان نقدر نقول المخاطر هذه بدأت؟ البدانة، لما نعرف عن البدانة نتعرف عن معيار للبدانة اللي ممكن يكون بسيط أو ممكن يكون شديد، وعادة ناخد وزن الشخص ونقسم الوزن على الارتفاع تبع أو الطول تبع الشخص حتى نوصل لنتيجة أو بالأحرى لمعيار للبدانة. وهذا الطول ناخد بالإنجليزي بنسميها سكوير، يعني نضرب الطول مرتين. فإذا وزن تربيع، نعم أي تربيع، بناخد الوزن نقسمه على تربيع تبع الطول. بهالمعيار هيدا البدانة نعتبر مش موجودة إذا تحت 25 كيلوغرام بالتربيع يعني تبع الطول،
إذا كان زادت عن 30 يعني إذا بين 30 و40 بعتبر أنه متوسط الخطورة، أما فوق 40 نعتبرها شديد الخطورة. ممتاز. طيب خلينا دكتور ناخذ اتصال بس استفسار من أحد المستمعين ونكمل. ألو. ألو يا محمد. طيب في مشكلة في الاتصال. محمد لو تقدر تتواصل معنا مرة ثانية وجماعة الخير ترى تقدروا ترسلوا بس يعني كلمة طبابة وإحنا نتصل فيكم على 055-668-9201. يختلط الأمر عند ناس مرة كثير بين المشاكل القلب والحالات العرضية، خلينا نقول الحقيقية الأصلية والحالات العرضية، يمكن زيادة الأكل بتسبب كثير من الكتمات والحاجات هذه كلها، القلب يعني حساس جدا. ناخذ السؤال، ناخذ السؤال ده. دكتور خلينا نقول إنه يعني كيف أقدر أحمي نفسي من هذه المشاكل؟ هل في بدانة مرضية وراثية تسبب لي هذه المشاكل؟ عفوا، هل في؟ أكيد دائما في بأي مرض من أمراض الجسم، والآن عم نتكلم عن القلب، دائما في عامل وراثي، يعني في ناس معرضين أكثر من غيرهم للبدانة. وأسباب الأسباب ممكن تكون أسباب اللي محصورة بأشياء عضوية، مثلا إذا الغدة الدرقية ما عم تفرز كويس، ما عم تفرز عادي، ممكن بحد ذاتها هيدي تسبب بدانة. في كمان أمراض تانية داخل الجسم اللي خصوصا بعمر مبكر اللي ممكن تسبب إفرازات هرمونية اللي ممكن تسبب بدانة، ولكن معظم أسباب البدانة بالكبر هي لها علاقة بأشياء غير وراثية، عدم اللياقة الجسدية، عدم الحركة مع زيادة الأكل، مع زيادة الاستهلاك. دكتور في أعمار معينة بتكون معرضة أكثر للأمراض، أمراض القلب عن غيرها في حال البدانة؟ يعني هل لو كان الشخص كبير بيكون معرض أكثر لأمراض القلب، ولا هي البدانة مرتبطة بأمراض القلب مهما كان السن صغير؟ البدانة مرتبطة بأمراض القلب، هلا في أسباب تانية لأمراض القلب بالإضافة للبدانة، يعني مثلا ما حكينا عن التدخين ولا حكينا عن استعمال الشيشة اللي هي مثل التدخين، بس البدانة بحد ذاتها مثل ما ذكرت من خلال تعرض أكثر لمرض السكري ولارتفاع الضغط بحد ذاتها ممكن، وحتى البدانة بحد ذاتها نفسها زيادة الوزن هي زيادة على زيادة العمل لشرايين القلب. يعني الشخص البني اللي عنده بدانة عم شرايين القلب بدها تشتغل أكثر من شخص اللي ما عنده بدانة. جميل. دكتور هنا في سؤال بيقول أنا بزيد وزني لكن لبطولة كمال أجسام، هل هذا يعتبر من بدانة اللي ممكن تأثر على القلب؟ لا، هذا ما هذا شيء ثاني. هلا بالنسبة لكمال الأجسام عم نتكلم إذا كان في زيادة بالوزن بس ناتج عن الزيادة بالوزن العضلات، هذا شيء ثاني. نحن عم نتكلم بالبدانة عم نحكي عن الزيادة بالدهن، بكمية الدهن اللي موجودة بالجسم، مش العضل. يعني زيادة الوزن نفسها كوزن لو كان عضل لا بيكون ما له أي علاقة بالبدانة اللي احنا نتكلم فيها. لا، ما له علاقة بالبدانة، هذا لياقة جسدية بتكون. جميل. غير إذا كان عم يستعمل وما بيكون أوكي، بيكون ماشي الحال طلبة ما عم يستعمل مرشطات حتى يزيد نسبة العضل. طبعا أكيد. هنطلع فاصل مستمعين الكرام وراجعين بعد الفاصل مباشرة ومكملين مع ضيفنا اليوم الدكتور جوزيف مالوف، دكتور في الطب، طبيب قلب متخصص بتخطيط صدى القلب والتصوير متعدد الوسائط وأمراض القلب البنيوية بما في ذلك أمراض القلب الصمامية لممارسته السريرية والبحث والتعليم. خليكم هالسمع.
مكملين معاكم معنا دكتور جوزيف، واليوم بنتكلم عن علاقة البدانة أو السمنة بأمراض القلب، وطبعا العلاقة هنا جدا جدا قوية. مع الأسف دكتور إنه في بتبدأ الرحلة هذه من الطفل وهو صغير، بيكون أطفال أعمارهم يعني معلش ممكن تكون السنة أو السنتين، والأم ما بتهتم، بتقولك كل ما كان ابني مستصح أكثر وبيأكل أكثر ودبدوب كده أكثر كل ما كان صحته أفضل. إيش تقول لنا في تصحيح هذه المعلومة وإيش المخاطر اللي ممكن تعرض لها هذا الطفل؟ كويس، السؤال كتير مهم، لأنه البدانة أو الوقاية من البدانة تبدأ بالصغر. من أول طلعة الولد مهم كتير أنه ننتبه لنوع الأكل وكمية الأكل وأديها الولد عم يحرق من هالأكل بالنسبة للياقته البدنية، كنشاط رشاقة البدنية. بقى مهم كتير نعرف أنه البدانة في الصغر تعرض الشخص أكثر للبدانة في الكبر إذا كان ما في أي سبب عضوي لهالبدانة هاي ما ذكرت قبل. فإذا ما في سبب عضوي، الطفل إذا كان في بدانة في الصغر بالطفولة، هذه تعرض الطفل أكثر للبدانة بعمر أكبر. يعني الوقاية من البدانة تبدأ بالصغر. يعني الاهتمام بطريقة أكل الطفل أو العادات الغذائية يمكن تبدأ من الطفولة عشان لا يبدأ يتعود على هذا الشيء. طيب دكتور، في كبار يعني إحنا بيزيد وزننا وبيصير نزولنا أصعب في التقدم في السن، أكيد يعني كيف نقدر نتفادى مشاكل القلب في هذه الحالة؟ مشاكل القلب مشاكل اللي عادة ما وعم نحكي بالأخص هلأ بشرايين القلب أو هبوط عمل القلب اللي أكثر شيء شيوعاً، مشاكل هاللي إذا كانت مكتسبة، والبدانة مثل ما ذكرت قبل معظم الأحيان مكتسب، مرض مكتسب، هذه المشاكل الوقاية منها تبدأ في الصغر، وبالتالي كيف نتجنبها؟ نتجنبها أنه نكون أولاً على دراية، أو واحد يكون في دراية على الوضع أو ما هي أسبابها ويتقي هذه الأسباب ويتبع طرق معيشية اللي تخليه نمط حياة صحي من ناحية الغذاء ومن ناحية اللياقة والمشي والنشاط. يعني الحماية تيجي تالي من نمط الحياة فعلا دكتور. يعني ما عم أقول أنا إذا كان في بدانة بعمر صغير دائما لازم نفكر ب أو نفتش على الأشياء العضوية اللي ممكن تسبب بدانة اللي علاجها مختلف. بس إذا ما كان، إذا هذه الأسباب مش موجودة والسبب الرئيسي هو عدم اللياقة مع كثرة الأكل، هذه الأشياء لازم واحد يتجنبها. دكتور، متى يروح الشخص، متى الريد فلاجز اللي تخلي الشخص لازم يزور طبيب إذا كان في شيء من البدانة؟ لأنه يمكن النغزات والألام الصدرية هذه بتروح وبتيجي كثير أوقات، حتى لما نزعل يعني حقيقي حتى لما بنزعل بنحس بنشعر بهذا الضيق، وأوقات لما عفوا يعني مثلا يكون النظام الغذائي غير متوازن وبيسبب غازات برضو بتكون ألام شبيهة جدا بالألام الصدرية أو القلبية. متى الشخص حقيقي لازم يزور هنا مختص أو طبيب عشان مشكلة لا تكبر؟ هلا هذا السؤال حقيقة ما بيتطبق بس على اللي عنده بدانة، بيتطبق على أي إنسان تاني. إذا كان في عوارض اللي خارج عن الشيء اللي المريض معود عليه، أفضل إنه على القليل يعني إذا في ألم بالصدر، خلينا نكون بالأخص إذا في ألم بالصدر اللي مع الجهد وبيوقف لما أو بيروح أو بيزول لما يوقف الجهد، هذه عوارض اللي لازم ينتبه عليها لأنه ممكن تكون من شرايين القلب. أما إذا في عوارض اللي تجي وتزول وتقعد ثواني، وإذا
لي علاقة بوضع الجسم، إذا كان نايم على ظهره أو على جسمه على جنبه. كل هذه عوارض نسميها not typical، يعني منا عوارض اللي منشوفها أو مصدرها شرايين القلب عادة. وإذا ما كان، إذا كان بين بابين لازم يسأل الطبيب تبعه. جميل. دكتور، هنا في سؤال بيقول أنا زرت الطبيب وطلب مني تحاليل وكان الكوليسترول جدا عالي، فالطبيب حذرني من أنه هذه ممكن تتحول مشاكل في القلب، هل هذا صحيح؟ نعم. إذا كان الكوليسترول عالي كتير وكله بيعتمد، يعني ما في واحد، ما في رقم معين بهالمضمار عادة. إذا الارتفاع، إذا في ارتفاع بالكوليسترول، هلا رح أعرف لك شوي عن الموضوع. نعم. وقت واحد بيطلع على الصورة الكاملة، يعني بيحب يكون صورة كاملة على الوضع، هل في عامل وراثي بشرايين القلب بهالعائلة؟ إذا كان في عامل وراثي بعمر مبكر، وقتها الكوليسترول بيصير مهم أكتر، وبصير نهتم بغير البدانة، بالتخلية عن التدخين، باللياقة الجسدية، بكل المسببات لأمراض شرايين القلب وارتفاع الضغط وما شبهها. بالنسبة للكوليسترول بحد ذاته، هل في ضرورة ياخد دواء أو ما ياخد دواء؟ لازم نتذكر الآتي، معظم الكوليسترول مصدره الجسم، يعني الأكل أو الاستهلاك للدهون هو بس 25% من ارتفاع بالكوليسترول. يعني معظم الكوليسترول سببه أنه الكبد اللي هو المعمل للكوليسترول هو مصدر معظم الكوليسترول اللي موجود في الجسم. وبالتالي أكيد نطلب من هالشخص أنه إذا بدنا ننزل الكوليسترول تبعه، نطلب أنه ينتبه يتقي شو بيأكل أو يكون معتدل بأكله. بس حتى لو كان شديد الحرص على أنه ينزل الكوليسترول بالتغذية، يمكن يحتاج دواء بالإضافة للوقاية، لأنه مثل ما ذكرت معظم الكوليسترول مصدره هو الكبد. هلا مين ننصح أنه ينزل الكوليسترول تبعه؟ بيعتمد على أشياء عديدة، مثل ما ذكرت عنصر الوراثي مهم كثير، وحسب العمر ممكن نطلب من هالشخص هذا يعمل فحوصات معينة. واحد من الفحوصات هو صورة طبقية بدون تلوين، بس صورة طبقية حتى نعرف إذا في أي دليل على تكلس داخل الشرايين تبع القلب. وهي ما بنعملها كل سنة، بنعملها يمكن مرة بحياته للمريض، بس حتى نكون فكرة إذا مثلا المريض وصل لعمر اللي نحن بنخاف منه، عمر 50 مثلا، وعنده ارتفاع بالكوليسترول وما في عنصر وراثي وما في سكري، لأنه لو عنده سكري المريض ما بنعمل أي كشف. السكري بالنسبة لنا هو كافي حتى نقول أنه هالمريض معرض لمشاكل بشرايين القلب، ومنعالجه كأنه عنده مشكلة بشرايين القلب حتى لو ما في أي دليل على انسداد بشرايين القلب، إن كان بفحص الجهد أو بالقسطرة. مريض السكري منعالجه كأنه في عنده مشكلة بشرايين القلب، ومنعطيه أدوية حتى ننزل له الكوليسترول إذا كان مرتفع. أما إذا ما كان عنده سكري وحتى لو ما في عامل وراثي ووصل لعمر 50 والكوليسترول مرتفع كتير، ممكن نساوي صورة طبقية مثل ما ذكرت بدون تلوين، وهذه الصورة الطبقية الهدف منها نعرف إذا في أي ترسبات داخل شرايين القلب. إذا في ترسبات أو نسبة الترسبات مرتفعة داخل شرايين القلب، عادة ننصح بدواء حتى ينزل الكوليسترول تبعه للمريض. خلاصتها تعتمد على الشخص. ما فينا بدنا نفصل لكل شيء، ما نعمم. نعم، علاجه الخاص. ما في تعميم، بتكون سبحان الله كل حالة تتعامل بأعراضها هي ومشاكلها هي. طيب دكتور، هنا بس في سؤال بيقول أنا بدأت مؤخرا أمارس التمارين الرياضية، وزني مو زايد كثير إلا أنه أشعر بضيق تنفس دائما
وعدم انتظام في ضربات القلب، هل لازم أزور طبيب أو لا؟ إذا المريض عم يشعر بضيق تنفس وضربات قلب اللي مش من طبيعته، أفضل على القليل يشوف طبيب، ما ضروري يكون طبيب قلب، يشوف طبيبه العادي، طبيب الطب الداخلي بنسميه نحن عندنا جنرال براكتيشنر، يعني طبيبه طبيب العائلة، حتى بس طبيب العائلة ممكن يكون فكرة هل المشكلة اللي تتطلب انه يشوف طبيب قلب ام لا، يمكن يعمل له فحوصات أولية اللي مثل تخطيط للقلب، عداد للقلب إذا كان عنده عدم انتظام بنبض القلب أو سرعة بنبض القلب، عداد القلب ممكن يبين معه شو هو هوية النبض تبع القلب تبعه اللي عم يشكي منه، ودي النفس احتمال يطلب له فحص جهد حتى بس نأكد من إنه هل ضيق النفس لسبب عضوي أم سبب نفسي أم سبب له علاقة بعدم اللياقة، لأنه عدم اللياقة نفسها ممكن تسبب ضيق نفس حتى على الشخص الغير سمين أو الغير بديل. عفوا؟ يعني حتى على الشخص اللي ما عنده بدانة، يعني حتى على الشخص اللي وزنه طبيعي، حتى على الشخص اللي ما عنده بدانة. نعم. يعني نرجع سبحان الله دائما ونتكلم ونقول إنه نمط الحياة هو أكثر يعني عامل متحكم ومؤثر في حالة الشخص الصحية، بداية من الـ يعني سبحان الله من أبسط الأمور لأقصاها. طبعا يعني نتمنى الصحة للجميع، وخلينا نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم على 0-12-61-61-100 وأسئلتكم على 0-55-66-89-90-1. حنرجع لسؤالك عزيزي لكن بعد الفاصل، خليكم على السمع. مكملين معكم وضيفنا اليوم دكتور جوزيف، وبنتكلم عن البدانة، علاقة البدانة بأمراض القلب. دكتور، هنا في سؤال بس من مستمع خلينا نجاوبه، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كثير من الناس تقول بعد سن 40 ضروري نستمر على حبوب الاسبرين لمساعدة القلب، ما صحة هذه المعلومة ومتى ناخذ هذه الحبوب؟ طبعا هو المادة الفعالة هنا يا جماعة اسمها اسبرين، احنا ما بنتكلم عن الاسبرين نفسه، هذا عبد الهادي. نعم، هلا الاسبرين اكيد علاج ضروري لاي شخص اللي اثبت انه عنده مرض في شرايين القلب او معرض ل او عرضه لمرض شرايين القلب. اما على صحة السلامة انه واحد ياخذ حبة اسبرين يوميا ما بننصح فيها، لأنه الأسبرين نفسه ممكن يعرض المريض للنزيف، خصوصا بس يتجاوز عمر 60 بقى كوقاية من مرض شرايين القلب. إذا منه عرضة للمشكلة، يعني مثلا إذا ما معه سكري أو إذا ما كان عنده أثبت مرض شرايين القلب ما بننصح فيها بصورة عادية، ما يتخذ بصورة وقائية، يتخذ بصورة علاجية، غير بحالات يعني مثل ما ذكرت إذا عنده، إذا أثبت إنه في مرض في شرايين القلب أو عنده أو عرضه هو لمرض شرايين القلب، بالتأكيد إذا كان عنده مرض سكري مثلا مثل ما ذكرت. بس بعد عمر 60 حسب الحالة بنقرر إذا بيستمر بالأسبرين إذا ما كان عنده دليل قاطع على وجود مشكلة بشرايين القلب، لأنه مثل ما ذكرت خطر النزيف يزيد مع العمر. بحب بس أذكر بهالمضمار لأنه دائما نحكي على عمر 40، لازم نتذكر أنه مرض شرايين القلب معظم الأحيان مرض مكتسب، وهذا المرض يبتدئ بعمر صغير بالعشرينات. وبالتالي أهم إذا في رسالة لأي مستمع هي أنه مثل ما ذكرتي وشددتي، الوقاية 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 والتجنب تجنب
الأشياء اللي ممكن تسبب مرض شين قلب، وهون بالأخص غير التدخين بحب أذكر هواية الشيشة اللي شائعة جدا في محيط محيط البلدان العربية، الشيشة والأرجيلي أو الأرجيلي، هذه مضرة أو مضرة مثل مضار التدخين، ولكن لسوء الحظ منشوف كثير من الصغار بالعمر هوايتهم على الأعياد وبالمناسبات وبالويك أندز إنه يروحوا مكان ويعملوا ويستعملوا الأرجيلة، وهي مضرة مثل السيجارة. بحب شدد على الموضوع بهالمضمار. أكيد دكتور، بالعكس يعطيك العافية. طيب دكتور، خلينا نقول التشخيص المبكر في كثير من الحالات وكثير من الأمراض بيكون يعني حتى يعني أقوى وأعنف الأمراض، بيكون التشخيص المبكر دائما في نسبة لطيفة جدا ورائعة جدا من حل المشكلة بتكون مزروعة في هذا المكان اللي هو التشخيص المبكر. هل الشخص اللي يعني عنده بدانة لكن بيحس بحالات معينة أو أعراض معينة وتجاهلها، هل هنا بتتفاقم الحالة وبتكبر وبتتدرج، أم أنه لا من الأمراض أو المشاكل الثابتة؟ سؤالك أنه هل في كشف فحص معين هل نستعمله حتى نكشف على المرض؟ لا، هل في فائدة من القصد أنه هل في فائدة من التشخيص المبكر؟ أكيد في فائدة من التشخيص المبكر إذا كان في عوارض اللي ممكن تكون ناتجة عن مرض في شرايين القلب. أكيد في الكشف المبكر مهم جدا، وعادة نستخدم فحص الجهد الكشف المبكر، بس ما بنستعمل يعني شو الكلمة أبيوز، يعني في سوء استخدام سوء استخدام للقسطرة وللصور الطبقية الملونة للكشف المبكر عن مرض شرايين القلب الملونة. مش عم بحكي عن ليه بتعرض بالعكس، يا ريت تعرفنا أكثر دكتور، هل هي بتعرض الشخص لخطر أكبر أو لمشاكل؟ أولا لسبب مهم جدا، أولا إنه إذا ما بتعطيكي الصورة الكاملة اللي خلي المريض يعرف إذا لازم يعمل شيء مثل وضع دعامة أو شيء مثل الشبيه مثل فحص الجهد. فحص الجهد هو أول فحص اللي لازم المريض يفكر فيه قبل ما يباشر بصورة ملونة، لأنه صور ملونة أولا فيها خطر، إذا كان بالقسطرة فيها خطر، دائما في خطر من الأشياء، أي فحص نسويه في خطر، بس صور ملونة إلى خطرتها المعينة، مع أنه الخطر ضئيل جدا بس في خطر. ثانيا في عرضة للأشعة وفي عرضة للمواد الملونة اللي ممكن تسبب فشل كلوي، مع أنه الخطر برجع بشدد منا خطر شديد بس ممكن تسبب الأشياء، بقى ما في سبب واحد يسويها غير إذا كان في ضرورة لحتى يسويها. ثانيا الشيء اللي لازم شدد عليه أنه معظم الذبحات القلبية لا تنجم عن وجود شريان، عن وجود انسداد شديد داخل شريان القلب، بل تنجم عن ترسبات اللي تنفجر مثل الوسادة الهوائية داخل السيارة اللي ما تنفجر غير إذا في حادث بالسيارة. هذه الترسبات غير مرئية ولا لأي نوع من الكشف، إن كان فحص الجهد أو القسطرة. ومعظم الأحيان الذبحات القلبية تنتج عن انفجار هذه الترسبات. كل الفحوصات الثانية اللي بنستعملها أو الوسائل اللي بنستعملها إن كان فحص الجهد أو القسطرة حتى، هي لكشف عن انسداد مزمن موجود داخل شرايين القلب، وهذه تحصل، هذه سبب الجلطة القلبية فقط. لحظة
ممكن تسبب فقط أو تكون السبب للجلطة القلبية فقط بثلث الحالات أو ربع الحالات تبع الجلطة القلبية. بالتالي مهم كتير أنه هالشخص المريض يفهم تماما أسباب الجلطة القلبية، أسباب المشاكل اللي تنتج عن شرايين القلب، مشاكل شرايين القلب. يعني الشخص لا يمكن أنت من المنزل أنك تعرف المشكلة الحقيقية اللي أنت بتتعرض ليها، لأنه زي ما شفنا كم الفحوص وكم الأشياء الضرورية اللي مطلوبة منك، ويعني لازم يكون في مختص ولازم يكون في شخص فهمان حولك عارف. يعني المريض عم يسأل إذا عنده ألم في صدره أو ضيق نفس، ارجع على نفس المريض، بيروح عن طبيب تبعه. الطبيب إذا كان عم يفكر إنه هذه الأعوار الناتجة عن مشكلة بشرين قلب، الخطوة الثانية هي الخطوة التالية هي إنه يعمل فحص جلد. إذا كان غير إذا كان الألم شديد وألم هل ناتج عن ذبحة قلبية حادة، وقتها أكيد لازم يروح على الطوارئ ويعمل قسطرة لشرين القلب ويحطوا له دعامة. دعامات هي العلاج الأولي للجلطة القلبية. بس إذا كان عوارض مش واضحة، مش معروف إذا كان سببها شرايين القلب أو لا، فحص الجهد هو الخطوة التالية. في حالة البدانة أو السمنة دكتور جوزيف، هل الشخص لازم ينقص من وزنه أول قبل ما يأخذ الإجراءات الخاصة مثلا بالعملية، أو لو كانت تعرض لمشكلة في القلب، أم إنه بالعملية بتكون وبعد كده إيش الإجراء، إيش الخطوات اللي المفروض هنا في خطة العلاج، أو خلينا نقول الإجراءات اللي لازم يعدي فيها الشخص؟ العلاج الأولي للبدانة إذا ما في أي عوارض اللي تجبر المريض أو تجبر الطبيب يباشر الكشف على شرايين قلب أو وضع دعامة أو حيالله شيء، أي علاج لشرايين قلب، هو أنه يضعف، يعني يخسر وزن. أفضل أي شخص معه بدانة على صحة السلامة أنه يخسر وزن ويكون جسمه لائق أكثر، حتى إذا مستقبلا نحتاج أي شيء، حتى لو فرضا عملية اللي ما لها علاقة بالقلب، أفضل تنعمل على شخص اللي يكون بوضع لائق جسديا ومن ما يكون بوضع غير لائق جسديا. دكتور، حضرتك ذكرت أنه في معاملة خاصة لأمراض السكر اللي بتكون ناتجة عن البدانة لما ترتبط بأمراض القلب، هل أمراض الضغط نفس المشكلة أو لا؟ أمراض الضغط لا، مرض السكري إذا أي شخص معه مرض سكري نعتبر أنه عنده مرض في شرايين القلب، حتى لو ما في أي دليل على وجود انسداد داخل شرايين القلب بأي وسيلة معروفة لنا بالوقت الحاضر. والسبب هو أنه ممكن يكون في ترسبات داخل شرايين القلب ناتجة من مرض السكري غير مرئية بأي وسيلة، وهذه الترسبات مثل ما ذكرت مثل الوسادة الهوائية ممكن تنفجر وتسكر الشريان. مرض ارتفاع الضغط أو ارتفاع الضغط هو من أهم، كمان مثل السكري بس مثل التدخين، من الأسباب الرئيسية لمرض شرايين القلب. ولكن ما منعامل الشخص اللي عنده ارتفاع بالضغط كأنه عنده سكري. السكري وضع بالنسبة لنا أسوأ من وضع ارتفاع الضغط، بس هذا ما بيقلل من أهمية ارتفاع الضغط. يعني ارتفاع الضغط من أهم الأسباب للشلل، للجلطة الدماغية، مثل ما هو سبب رئيسي لأمراض شرايين القلب. دكتور، حنستأذنك، حنطلع فاصل قصير وراجعين لختام حلقتنا بعد الفاصل، خليكم على السمع. ورجعنا لكم ومكملين، وحقيقي موضوع جدا 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 حساس، لأن الشخص مع الأسف بسبب نمط حياة سيء أو زيادة بسيطة في الوزن
بتأثر على حياته خصوصا القلب سبحان الله هو بداية النبض. دكتور في حال الشخص تعرض لهذه المشكلة وصارت عنده مشاكل فعلا في الشرايين، حط دعامات أو لا، يعني المهم أنه عدى بخطة علاجية، هل حياته ترجع كما كانت؟ نعم، سؤال كمان مهم كتير، لأنه في دائما من خبرتي في التباس على موضوع الدعامات. الدعامة اللي داخل شرايين القلب مهمة جدا وتنقذ حياة المريض إذا بحالة الجلطة القلبية الحادة. أما خارج نطاق الجلطة القلبية الحادة، الدعامة هدفها هو فقط بالمريض اللي عنده عوارض في شرايين القلب، هو حتى تروح هذه العوارض. يعني إذا الشخص ما عنده أي عوارض لشرايين القلب، إذا فرضا مريض أو شخص سوى فحص جهد وفحص الجهد بيّن معه في انسداد في شريان القلب، أو سوى قسطرة أو سوى صورة طبقية على صحة السلامة، راح قالوا له أنه ساوي صورة طبقية مع ملونة، وهذه الصورة الملونة بيّن فيها انسداد في شريان القلب، بس المريض فرضا ما عنده أي عوارض، إذا سوى فحص جهد ما عنده أي عوارض ولا في أي دليل على مشكلة، الدعامة ما تنفع بهذه الحالة، ما إلى أي نفع. ولسوء الحظ شايف كثير مرضى اللي بيجوا لعندي وبيحطوا بيكونوا حاطين دعامة، بس السبب لوضع الدعامة ما كان واضح أو ما كان في سبب وجيه لوضع الدعامة. طبعا جوابتك بهالسؤال. ايوه دكتور. ايوه تفضل. ما بعرف اذا عندك استفهام اكثر. ايوه لا دكتور، ابغى اسال عن يعني امراه لها كل الاحترام والتقدير وموجوده في حياتنا كل يوم، المراه الحامل بيزيد وزنها بطبيعه الحال، بيزيد وزنها خصوصا لو كان هي حتى كمان وزنها زايد شويه، هل في مخاطر زيادة عليها وعلى الجنين من هذه الناحية أو لا؟ يعني المخاطر تكمن من ارتفاع الضغط اللي ممكن يحصل من زيادة الوزن خلال الحمل أكثر من ما هي أنه تأثيرها على مشكلة شرايين القلب. لأنه مثل ما ذكرت قبل، معظم الأمراض المكتسبة من شرايين القلب هي أمراض اللي تأخذ وقت طويل حتى توصل لهذه الحالة. هلا بس بما انك عم تذكري الامراه وهذا شيء مهم جدا، لازم نتذكر انه الامراه ممكن العوارض تبع شرايين القلب تكون مختلفه عن الرجل، وممكن كمان تحصل مع الامراه مشاكل في شرايين القلب خصوصا بعد الحمل او خلال الحمل او بس بعد الحمل عاده او باي عمر، اللي تكون مختلفة عن مشاكل شرايين القلب عند الرجل. معظم مشاكل شرايين القلب عند الرجل ناتجة عن الترسبات اللي تحصل مثل ما ذكرت داخل شرايين القلب. عند الامرأة بالإضافة للترسبات اللي ممكن تحصل على عمر مش على عمر متقدم، ممكن يحصل عند الامرأة بعمر مبكر تمزق بشرايين القلب. تمزق بشرايين القلب علاجه مختلف جدا عن الأمراض اللي تحصل من الكوليسترول والتدخين وارتفاع الضغط والسكري على عمر بعمر متقدم. بالتالي في اختلاف نوعي بين الرجل والامرأة. هلا لحسن الحظ ان التمزق عند شرايين القلب عند الامرأة منه شيء اللي شائع، يحصل نادرا بس ممكن يحصل عند الامرأة خصوصا بعد الحمل. جميل. هل كل الخطط العلاجية تتضمن جراحة أم في خطط علاجية فيها ممكن تكون دوائية فقط أو بتغيير نمط حياة أو ممكن تكون الثلاثة وغيرها كمان دكتور جوزيف؟
مزبوط. الجراحة أو وضع الدعامة غير هلا خلينا بس نقيم موضوع الجلطة القلبية الحادة. مثل ما ذكرت الجلطة القلبية الحادة علاج الأولي أو أول خط دفاع أو خط علاج هو الدعامة، والدعامة خلال مدة زمنية معينة، يعني ما مش بعد 24 ساعة، خلال ساعات معينة فقط. هلا إذا 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 if we exclude يعني إذا أمنا على جنب الذبحة القلبية الحادة وركزنا فقط على الأمراض المزمنة، عادة في عدة طرق لعلاج المرض المزمن لشرايين القلب. ممكن هذا العلاج يكون بالأدوية أو بتغيير أسلوب الحياة. إذا كان الشخص عنده بدانة إنه إذا ضعف حاله وأخذ أدوية مع اللياقة الجسدية، وكل هذه ممكن، والإقلاع عن التدخين والوسائل أو الأشياء المضرة للقلب والسيطرة على الضغط إذا كان مرتفع، كل الأشياء ممكن هذه تكون كافلة لعلاج المشكلة. ممكن كمان يكون العلاج بوضع دعامة داخل الشريان تبع القلب إذا كان في عوارض اللي مزعجة اللي بشرايين القلب ناتجة عن انسداد بشرايين القلب، وبالتالي وضع الدعامة ممكن يكون إذا كان شريان واحد اللي في انسداد فقط من الثلاث شرايين. أما إذا كانت المشكلة تكمن بوجود انسداد داخل كل الشرايين تبع القلب، وخصوصا إذا كان في ضعف بعضلة القلب أو الشخص عنده سكري أو مرض الشرايين القلب ناتج عن السكري، الجراحة ممكن تكون أحسن علاج لهالشخص أيضا. بالتالي جوابا على سؤالك، العلاج يختلف من وضع لوضع، وكله بيعتمد على الحالة أو بيعتمد على الخصوصيات تبع الحالة اللي عم نعالجها. دكتور، هنا في سؤال أخير معانا على الرسائل، بيقول أيهما أخطر على القلب، ارتفاع ضغط الدم أم السكري؟ مثل ما ذكرت أول شيء، ما فينا نقول إنه نشبههم، مش إنه واحد أهم من الثاني. بس مرض السكري منعالجه بالنسبة لشرايين القلب، نعتبر إنه الشخص اللي عنده مرض السكري كأنه عنده مرض في شرايين القلب، حتى لو ما في أي دليل على وجود انسداد مهم داخل شرايين القلب بأي وسيلة أو مرئية لإلنا. ارتفاع الضغط، نحن بنعتبر إنه في ارتفاع الضغط، ارتفاع الكوليسترول، السكري، التدخين، عامل الوراثي، هي من المؤشرات أو من أسباب اللي من دعائم مشاكل شرايين القلب، من الأشياء اللي بتسبب مشكلة في شرايين القلب. حالات خاصة وحالات مختلفة، وكل طريقة، كل مشكلة لها خطة وطريقة علاج مختلفة. شكرا لكم مستمعينا، شكرا دكتور جوزيف على وجودك معنا. شكرا، تكرمي. استفدنا كثير وتعلمنا كثير، وعرفنا أن البدانة ما هي شيء لطيف جدا، وأحسن حاجة أنك تبدأ تختصر هذا المشوار من بدايته ومن أوله. وكل ما زاد وزنك شويتين، حاول تسيطر بأسرع طريقة، والنشاط البدني وطاقتك البدنية استهلكها، وبالعكس سخرها لعلاج مشاكل ما حد يعني لسه ما صارت حتى. دكتور جوزيف معلوف، دكتور في الطب، طبيب قلب متخصص بتخطيط صدى القلب والتصوير متعدد الوسائط وأمراض القلب البنيوية. شكرا على مرورك علينا اليوم في برنامج طبابة والمعلومات اللي أعطتنا هي، يعطيك العافية. على أمل يجدد لقائي فيكم بكرة حبايبي في حلقة جديدة من برنامج تيمبو الساعة 10 الصباح. حكون معاكم هالة منصور، شكرا من الإخراج. أنا كنت نهى سعدي معاكم، فهو الكريم، وانتبهوا لبعض.